اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا عليم. أثناء وقوفك كل صباح أمام المرآة هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. لا يشترط كل صباح، بل كلما وقفت أمام المرآة تقول هذا الدعاء. الشباب يكثرون من الوقوف أمام المرآة، فربما بيسرح شعره اليمين، مرة بيسرح شعره اليسار، مرة بيرفعه لفوق، تمام؟ أما الذي فقد شعره بالكلية ما في داعي، أيوة ما في داعي يقف على المرآة حتى ينظر ماذا حل الزمان به وماذا كتب الله سبحانه وتعالى عليه. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك يرويه علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يعني يصرف هذا الدعاء، يسأل الله سبحانه وتعالى، الله تعالى خلق الإنسان بأحسن تقويم، يعني يا رب كما جعلتني في أحسن تقويم فاجعل أخلاقي في أحسن تقويم. اللهم كما حسنت خلقي وجهي وجسدي بشكل كامل متناسق الجسد كله بعضه مع بعضه مع بعض، فحسن خلقي. يدعو الإنسان هذا الدعاء كلما وقف أمام المرآة. وحديث أيضا بنفس الموضوع عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة قال: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، وكرم صورة وجهي فحسنها، وجعلني من عباده، وجعلني من المسلمين. أي دعاء دعوت الله سبحانه وتعالى به فبإذن الله تأخذ أجر السنة والالتزام بالنبي صلى الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أمر بسيط، يعني لا يلقي له الناس بالا، ويفعله كل يوم. كل يوم الواحد منا ينظر في المرآة، الكبير في السن ينظر فيعد الشعرات التي تحولت إلى البيضاء، والصغير في السن ينظر إلى جمال وجهه وتنسيق شعره، ويعني ما تجاوز 30 من عمره ينظر إلى تجاعيد وجهه فيقول: لقد مضى عصر الشباب وها أنا أبدأ فأخطو الخطى نحو الكهولة. فكل إنسان ينظر في المرآة لحاجة. أنت إذا نظرت في المرآة فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقك كما حسن الله سبحانه وتعالى خلقك، تأخذ أجر بذلك ولتلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بما أنه كان موضوع الدرس اليوم قليل، نأخذ حديث ثاني بموضوع آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون إخواني أن الإنسان مع بداية فصل الربيع يبدأ، بعض الناس تبدأ بسنة الحجامة. هذه الحجامة النبي صلى الله عليه وسلم سنها لنا كي نتخلص من هذا الدم الزائد. يعني الإنسان في جسده كريات دم حمراء تصل إلى مرحلة الكهولة تموت. أين تذهب؟ أين مقبرة هذه الدماء؟ قال: ما بين الكتفين. قال: لماذا؟ قال: لأن هذا المكان ما بين الكتفين، قال الخلايا فيه تتخذ ذلك المكان مقبرة. ما في جهد على الإنسان. بتلاحظ لما الإنسان بده يحمل حمل بيستخدم قوة يديه والفقرات التي في أسفل الظهر، لذلك الإنسان الذي يعاني من الديسك يعاني من أسفل ظهره. أما هذه المنطقة ما بين كتفين قليلة الاستعمال، فربما لا يستخدم هذه المنطقة إلا في السباحة، وفي الشتاء على الغالب ما في السباحة. قال: هذه المنطقة تعتبر مقبرة للخلايا الدم الحمراء. فماذا يجدد هذه المنطقة؟ ماذا ينشط هذه المنطقة؟ الدم. تقول لي: أذهب فأتبرع بالدم. التبرع بالدم، هل تعلم بأنه إذا تبرعت بالدم يأخذون أفضل أنواع الدماء لديك؟ لأنه في خلايا الدم شابة وفي خلايا الدم كهلة،
تمام. فخلايات الدم الكهلي لا يأخذونها في تبرع في الدم، حينما يسحبون الدم من هذه المنطقة لا يأخذون الدم الفاسد، أما حينما يفعل لك الحجامة فيأخذ الحجام من هذه المنطقة الدم الفاسد لينشط لك الحركة الدموية وليعيد لدمك النشاط، لأن الإنسان في طبيعته في الشتاء يجلس حركته تخف، على البرد حركته تخف، فلا تجد النشاط الذي عنده في الصيف أو في الربيع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها في الربيع، وخص أشهرا معينة وخص أياما معينة من أيام الشهر القمري من 13 15 16 13 15 17 19 21 من الشهر القمري، يفعل هذه في هذه الأيام، قال لأنها أكثر الأيام التي يتفجر فيها الدماغ. فحينما تفعل هذه العملية بغض النظر عن الطريقة، المهم حجامة، تفعل هذه الطريقة يقوم الحجام بسحب هذا الدم الفاسد فيعيد لجسمك نشاطه وحركته. والأولى بالإنسان أن لا يقدم على الحجامة إلا إذا أصبح عمره 18، لأن تكون خلايا الدم والجسم عنده قد توقف عن النمو. ما يجي شاب صغير عمره 13 سنة يقول أنا أريد أن أفعل حجامة، لا يمكن أن يفعل حجامة، لأنه بالأصل دم فاسد ما في عنده، الشاب تراه دائما على حركة. أما إذا وصل إلى 21 وفما فوق ترى الحركة عنده تخف. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الحجامة، وورد في ذلك العديد من الأحاديث ومن السنن، ولعلنا إن شاء الله تعالى نعود في وقت الربيع نذكر بهذا الموضوع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول اليوم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عند الحجامة كانت منفعة حجامته، يعني الله سبحانه وتعالى يكتب لك الخير والفائدة في هذه الحجامة إذا ما قرأت آية الكرسي أثناء ما يقوم الحجام بعمله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإياكم لأحسن الأخلاق والأفعال، وأن نحيا على سنة نبيه وأن نموت على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.